العون المباشر أكثر من 40 سنة وهي تعمل في أفريقيا فقط، وسنويا تساعد ملايين الناس. تعودنا بداية كل شهر يكون عندنا المشروع 10 في 10 10 أبواب خير في أفريقيا، بس شهر نوفمبر بإذن الله راح يكون مختلف تماما لصالح أخواننا في غزة. نوفر لهم ما يحتاجون من المواد الغذائية والإغاثية وسيارات إسعاف بالتعاون مع الجمعية الكويتية للإغاثة. من بداية الأزمة بفضل الله عز وجل وزعنا المساعدات داخل قطاع غزة، واليوم من خلال جسر الجوي الكويتي قاعد نوصل هذه المساعدات الطبية والغذائية وكذلك سيارات الإسعاف. دعواتكم رب العالمين ييسر الأمور في هذه الظروف الصعبة على أخواننا في قطاع غزة، نوصل هذه المساعدات داخل القطاع. موعدنا يوم الأربعاء صباحا 1 نوفمبر بتكون تبرعاتنا كلها بإذن الله لأخواننا في غزة. باكر بإذن الله راح تكون حملة خاصة لغزة من جمعية العون المباشر، وهي اللي راح تتابع صرف المساعدات. إنزين أكيد، وأمس قلت ولازم أكرر لأن الناس تقول شلون راح يدخلون المساعدات والمعابر مسكرة. رقم واحد، إحنا بسوين أكثر من خطة. الخطة الأولى أن من خلال الجسر الجوي الكويتي توصل المساعدات هناك إلى معبر رفح وتنطر دورها لغاية الدخول. بو سالم اللي وديته قبل اسبوع دخل ولا ما دخل؟ المعلومات اللي جتني، انا قاعد اتابع الموضوع مال الاسبوع اللي طاف، ان الاسعافات للحين ما دخلت. المساعدات اللي كانت الكراتين اللي وياها في اخبار انها دخلت، بس انا صراحه ما ودي اصرح لان مو شكل رسمي لغايه ما نتاكد 100% على قولتهم بالطبليات الفلانيه انها فعلا دشت. ذيك الساعه صرح انها دشت. هذا على مستوى المساعدات اللي راح تروح بجسر جوي. في خط ثاني الجماعة شغالين فيه، هو الآن وهذا مسوينه ترى من بداية الأزمة، يعني من أكثر من 25 يوم والجماعة شغالين على هذا الوتر، اللي هو شنو داخل غزة، شنو في بالسوق داخل أكيد في خبازين يبقى تعال اشتري الخبز وزعه. نفس الطريقة حليب أطفال، نفس الطريقة أمور البامبرز عزكم الله، أمور البترول الوقود. الجماعة اكتشروا أكثر من مره وقود وارسلوها الى المستشفيات او غيره. طبعا اللي موجود والسوق داخل غزه يمكن اول ازمه كان وافر وبدا يشح، والله اعلم عن المستقبل. لكن احنا مثل ما قلنا الخطه مالت حمله باكر، رقم واحد مساعدات يتم ارسالها من خلال الجسر الجوي، رقم اثنين قدر المستطاع من داخل غزه يتم توفير اي شيء سريع، رقم ثلاثه وهو يمكن الاكثر تنموي هو أن نعمل خطط للمستقبل القريب. أول ما تفرج الأمور في غزة يحتاجون فزعة قوية، في مستشفيات لازم تتطور، لازم تنبني، لازم المنظومة الصحية عندهم لازم تقوم على حيلها في أقرب فرصة ممكنة. هذه الخطة الجماعة شغالين فيها، وأنا أقول الله لا يعيجهم لمساعداتنا، والله يفرج عنهم الليلة قبل باكر. والله سبحانه وتعالى أنا مؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الليلة ربي يفرجها. والله مرتب.